السلام عليكم يا جماعة. الفيديو توتوريال الصغير اللي احنا هنتكلم فيه على آخر مسألة من المسائل بتاعة شيت الميكانيكال ديزاين اللي ما كانش بقى وقت ليها في السكشن ان احنا نحلها. المسألة دي بتتكلم يا جماعة لو كان الترانسميشن لاين بتاعي أو التو تاورز بتوعي محطوطين على سلوب أو على ديكلايند بلين، يعني على مستوى مايل. فأنا الإكزامبل بتاعي هنا في مستوى مايل عن سطح الأرض اللي هو بالأسود ده، بيميل بزاوية اسمها سيتا. في عندي تاور محطوط على بداية المستوى المائل، وفي عندي تاور محطوط على نهاية المستوى المائل. بص يا جماعة، التو تاورز دول ممكن تكون ارتفاعاتهم مختلفة، وممكن تكون ارتفاعاتهم هما الاتنين قد بعض، بس تعالوا نتفق إن هو حتى لو ارتفاعاتهم قد بعض، فبالنسبة لللاين هما ارتفاعاتهم مختلفة، لأن اللاين الأول التاور اللي هو ناحية اليمين ده ارتفاعه هو ارتفاع التاور زائد الفرق اللي هو بتاع الأرض، أو الارتفاع للأرض طلعته ده. التاور اللي ناحية الشمال الارتفاع بتاعه هو ارتفاع التاور بس. فسواء يا باشمهندس كان التو تاورز بتوعي ليهم نفس الارتفاع أو الارتفاعات بتاعتهم مختلفة، من وجهة نظر الميكانيكال ديزاين أو الكابل بتاع الكوندكتور بتاعي اللي متعلق هيشوفهم كأن هما اتنين تاورز ليهم ديفرنت هايتس. فنقطة الأوريجين بتاعتي في المسافة ما بين التاور الأولاني للتاني اللي هي اسمها 2 ال مش هتكون في النص بالظبط، يعني مش هتكون على بعد ال من التاور الأولاني ولا إلا من التاور الثاني، زي المسائل بتاعة الانيكوال هايتس للترانسميشن لاين تاورز. نقطة الاوريجين هتبقى على بعد إل واحد من التاور الأولاني، مسافة ما بينها وما بين التاور الأولاني اسمها إل واحد، والمسافة ما بينها وما بين التاور الثاني اسمها إل اتنين. وحلينا المسائل في السكشن إزاي نحسب إل واحد وإل اتنين لو معايا الارتفاع بتاع التاور الطويل ده اللي هو H2، ومعايا الارتفاع بتاع التاور القصير اللي هو H1. بصوا الفرق بقى والاختلاف في المسائل دي لما يكون اللاين بتاعي محطوط على سلوب عن المسائل اللي هي بتاعت الانيكوال هايتس العاديه يا باشمهندس، ان البوينت اوف مينيمم بوتنشال، انا اسف، البوينت اوف مينيمم كليرنس مش هي نقطه الاوريجين. يعني احنا قلنا يا جماعه ان المساله اللي احنا في السكشن كانت نقطه الاوريجين ما بين التو تاورز بتوعي، ولما جيت احسب البوينت اوف مينيمم كليرنس كانت هي البوينت بتاعت الاوريجين دي. لكن دلوقتي لما يكون اللاين بتاعي على سلوب يا باشمهندس، البوينت اوف مينيمم كليرنس مش هي نقطه الاوريجين، حتى لو الاوريجين في النص ما بين التو تاورز مش موجود على راس التاور القصير او بره نقطه تخيليه زي الكيسز الثانيه اللي كانت في الانيكوال هايتس. بصوا يا جماعه، في النوع ده من المسائل البوينت اوف مينيمم بوتنشال هي النقطه اللي السلوب بتاع اللاين ده بيتساوى فيها مع السلوب بتاع الارض. هقول لك ليه. بصوا بعد النقطه دي يا شباب اللاين بيطلع مسافه لفوق دلتا واي لما يمشي دلتا اكس، والارض بتطلع مسافه دلتا واي لما تمشي دلتا اكس. الفكره كلها ان لو السلوب بتاع الارض اكبر من السلوب بتاع اللاين، مش انا اسف، لو سلوب اللاين اكبر من السلوب بتاع الارض، اللاين بيطلع دلتا واي اكبر من اللي الارض بتطلعها، فبالتالي المسافه ما بين التو بوينتس دول بتزيد. وقبل النقطه دي يا باشمهندس نفس الكلام، السلوب بتاع اللاين اكبر من السلوب بتاع الارض، فبالتالي كل اللاين بيطلع مسافه دلتا واي اكبر من الدلتا من الدلتا واي اللي الارض بتطلعها، فبرضه التو بوينتس دول بيبعدوا عن بعض. وعشان كده اقرب نقطه يكون التو لاينز دول قريبين من بعض فيها اللي هو اللاين الازرق اللي هو كوندكتور واللاين الاسود ده اللي هو الارض، هي البوينت اللي الاثنين دول بيكونوا بارلل فيها، اللي التو سلوبز بيساووا بعض. قلت لك يا باشمهندس ما انا عارف ان المعادله بتاعه الترانسميشن لاين ده، المعادله بتاعه الكوندكتور يعني، كان اسمها واي، والواي دي كانت بتساوي دبليو اكس سكويرد على 2 تي نود. كل اللي انت بتعمله ان انت بتاخد المعادله دي وتساوي وتعمل لها تفاضل دلتا واي على دي اكس، الكلام ده اللي هو بيساوي 2 دبليو اكس على 2 تي نود. قلت لك يا باشمهندس البوينت اوف مينيمم بوتنشال لما السلوب بتاع دي واي باي دي اكس ده هو السلوب بتاع الكوندكتور، لما السلوب بتاع الكوندكتور ده بيساوي السلوب بتاع الارض اللي انت عارف الزاويه بتاعتها، سطح الارض يا جماعه او الديكلايند بلين ده بيعمل زاويه اسمها سيتا، يعني السلوب بتاعه هو تان سيتا.
بصوا اللي انا عملته هنا يا شباب ان انا رحت سويت السلوب بتاع الكوندكتور بالسلوب بتاع الجراوند بلين. بصوا لما اساوي الاثنين دول ببعض هطلع بوينت اسمها اكس واحد، اقدر احسب قيمتها بكام يعني. وبوينت اكس واحد يا باشمهندس دي هي المسافه الهوريزونتال ما بين الاوريجن وما بين البوينت اللي الاثنين سلوبس فيهم بيتساووا بعض، المسافه اللي هي دي. بصوا لو رحت عوضت بقى في المعادله بتاعت واي، لو رحت عوضت بقيمه اكس واحد في المعادله بتاعت واي، ده هيجيب لي ارتفاع البوينت دي عن الاوريجن اللي هو قيمته بتساوي هسميها اي بي مثلا يعني. فالاي بي دي بتساوي واي لما الاكس بتساوي اكس 1، وانت عارف يا باشمهندس ان الاي بي ده هو ارتفاع البوينت اللي بيحصل عندها مينيمم بوتنشال عن نقطة الأوريجين مش عن سطح الأرض. يبقى أنا يتبقى لي بقى أروح أجيب ارتفاع نقطة الأوريجين عن سطح الأرض وأطرح منها المستوى المايل، يعني شوية حسابات كده مثلثات هنعملها في المسألة إن شاء الله. الفكرة الأساسية اللي موجودة في السيستم ده أو في الأرينجمنت ده من التاورز يا جماعة إن الاثنين تاورز اولا نقطه الاوريجن بتبقى متشفته ما بتبقاش في السنتر، ومش هي البوينت اوف مينيمم كليرنس. البوينت اوف مينيمم كليرنس للمره العاشره هقولها في الريكورد ده هي البوينت اللي عندها السلوب بتاع اللاين بتاعي بيساوي السلوب بتاع الارض. تعالوا نشوف المساله بتاعت الموضوع ده يا جماعه ونحلها بسرعه كده. هي المساله الثالثه اللي موجوده في الشيت. ففي المساله رقم ثلاثه في الشيت دي هو الدكتور مديني فيها اثنين تاورز، تو تاورز ارتفاعهم ثابت. ارتفاع التو تاورز بتوعي هما الاثنين قد بعض اتش واحد، هي او الاثنين ليهم نفس الارتفاع كنا بنسميه اتش بس. اتش بس ده بيساوي 60 متر. بيقول لي تو 60 متر هاي ترانسميشن لاين تاورز ار بليسد وذ سبان 700، يعني هو مديني السبان اللي احنا اتفقنا ان كان اسمها 2 ال دي بتساوي 700 متر. On a declined plan with an angle of 3 degrees، يعني في عندي مستوى مايل يا باشمهندس، المستوى المايل ده الزاوية بتاعته قيمتها بثلاث درجات، وفي عندي هنا تاور. بص أنا مش هقعد أرسم بقى التاور زي ما بنرسمه، أنا هرسم بس ارتفاع التاور كده، وفي عندي هنا تاور تاني. قلت لك يا باشمهندس التو تاورز دول هما الاتنين ارتفاعهم 60 متر. وزي ما قلت لكم في الاول يا جماعه حتى لو كان ارتفاع التو تاورز بتوعي، حتى لو كان ارتفاع التو تاورز بتوعي قد بعض، بس من وجهه نظر الكوندكتور هو شايفه مش قد بعض، لان هو شايف التاور الاولاني ارتفاعه 60 متر عادي خالص، لكن الثاني شايفه ارتفاعه 60 متر زائد فرق الارض ده اللي احنا بالمناسبه نقدر نحسبه هو بيساوي 700 تان 3. 700 تان 3 ده يا جماعه اللي هو بيساوي، ثانية واحدة أقول لكم رقم الاتش ده بيساوي كام؟ يطلع 36.68. بصوا يا جماعة ده كده 700 في 3 ده او 36.68 هو الفرق دلوقتي ما بين ارتفاع التاور القصير والتاور الطويل اللي احنا في المسائل بتاعه الانيك والهايت تاورز كنا بنسميها اتش. اتش دي في المسائل كانت بتساوي اتش 1 اللي هي 60 متر، انا اسف اتش 2 اللي هي 60 زائد الفرق اللي تحت ده اتش 2 اللي هي الاتش الكبيره ناقص اتش 1 اللي هي 60 متر بس. احنا فدلوقتي الاتش عندنا في المسائل بتاع نفس الاتش بتاعت المسائل اللي هي انيكوال هايتس بتساوي 36.68. طيب عشان نكمل محل المساله دي يا جماعه احنا اول حاجه محتاجينها محتاجين نحدد البوينت بتاعت الاوريجن بتساوي كام، وده او مكانها فين، وده احنا عملناه في المسائل بتاعت الانيكوال هايتس.
بص يا جماعه، احنا اول حاجه بنعوض عايزين نحسب قيمه التي نود في اتش على 2 اوميجا ال، فاحنا محتاجين نجيب التي ماكسيمم، انا اسف، محتاجين نجيب التي نود. فانا هفكركم بالخطوات بس مش هعملها بستيبس. يعني احنا عارفين يا جماعه ان التي ماكسيمم كان ليها معادله كده فانكشن في L2 في ال L، وانا قلت لكم ان في عندي 2 تي ماكسيمم، واحده عند التاور القصير هي تي ماكسيمم 1، واحده عند التاور الطويل هي تي ماكسيمم 2. فانا باخد اكبر واحده فيهم اللي هي 2 واساويها بالماكسيمم تنشن اللي كان جيفن عندي في المساله. انا ما كملتش قرايه المساله يا شباب، كان التي ماكسيمم جيفن فيها بيساوي 2000، وكان ال W بتاعتها بتساوي 1.175. فانا يا جماعه هروح معوض عن في المعادله بتاعت التي ماكسيمم ب L2 اللي هي كانت بتساوي ال و... اللي هي كانت بتساوي ال زائد تي نود في اتش على 2 اوميجا ال. اطلع قيمه التي نود من المعادله الكبيره دي لان هساوي الكلام ده ب 2000، فاقدر اطلع قيمه التي نود بتساوي كام. فانا بقى معايا نقطه التي نود يا باشمهندسين، اروح احسب تي نود في اتش على 2 اوميجا ال عشان اطلع منها ال 1. بص انا هسمي دي كده مثلا زد، عشان اطلع ال 1 اللي هي بتساوي ال ناقص زد، وهطلع ال 2 اللي هي بتساوي ال زائد زد. وال 1 دي هي بعد نقطه الاوريجين عن التاور الاولاني اللي هو التاور القصير، وال 2 هو بعد نقطه الاوريجين عن التاور الطويل. الكلام ده كله احنا عملناه الاسبوع اللي فات يا جماعه، او عملناه في السكاشن اللي هي كانت موجوده في الكليه، فانا مش هقعد اعيد الحسابات دي تاني يعني. بس في الاخر انا اقول لكم ان قيمه ال 1 لما طلعتها لقيتها ب 260 بوينت 8، ولما طلعت قيمة ال 2 لقيتها ب 439.2. بصوا يا جماعة، الكلام ده بيقول لي إن النقطة بتاعت الأوريجن بتاعتي، أو إن طالما ال 1 طلعت رقم بوزيتيف، بيقول لي إن نقطة الأوريجن بتاعتي في الوسط ما بين التو تاورز، وبتبعد مسافة وبتبعد مسافة 260.8 عن التاور الطويل، وبتبعد مسافة 439 عن التاور القصير. يعني نقطة الأوريجين مكانها هنا، ده هو واي وده هو الإكس. قلت لك المسافة ما بين نقطة الأوريجين، الهوريزونتال ديستانس ما بين نقطة الأوريجين والتاور القصير دي هي ال واحد اللي هي 260 8، والمسافة ما بينها وبين التاور الطويل اللي هي 439.2، مسافة من الأوريجن للتاور الطويل. فالخطوة الأولانية هنا يا جماعة بس كده، إن أنا حددت البوينت بتاعة الأوريجن بتاعتي مكانها فين، ده قبل ما أعمل أي حاجة وقبل ما أبص على المسألة أصلا. بعدين يا باشمهندسين، عشان أنا عايز أحسب الفرق ما بين البوينت أوف مينيمم بوتنشال ونقطة الأوريجن دي. قلت لك يا باشمهندس البوينت اوف مينيمم بوتنشال لما السلوب ده بيساوي السلوب بتاع الارض، يعني السلوب ده كانت معادله الواي باخدها اعمل لها ديفرنشيشن، يعني اللي هي بتطلع 2 كانت الواي لما بفاضلها واي كانت دبليو في اكس سكويرد على 2 تي نود، فلما نفاضلها تبقى 2 دبليو اكس على 2 تي نود. كنت بساوي الكلام ده بتان الزاوية بتاعت الأرض عشان نطلع إكس واحد. لما هعمل كده يا جماعة المعادلة دي هتبقى 2 دبليو معايا 1.175
في إكس واحد على اتنين في قيمة تي نود اللي انت طلعتها. الكلام ده بيساوي تان 3 درجات، يعني قيمة إكس واحد هتطلع 89.2 متر. طيب أنا جبت يا جماعة القيمة بتاعت إكس واحد، وتعالوا نتفق إن قيمة إكس واحد دي هي بعد النقطة بتاعت المينيمم بوتنشال عن الأوريجين. أقدر أجيب الواي بتاعتها اللي أنا كنت مسميه من شوية اي بي، الواي بتاعتها يا جماعة بتساوي، أعوض بقى في معادلة الواي اللي هي تبقى دبليو إكس واحد سكويرد على اتنين تي نود، أعوض عن قيمة إكس واحد اللي جبتها دي، فيطلع معايا الرقم ده أو قيمة الواي هو 2.34 متر. وقلت لك يا باشمهندس ده ارتفاع البوينت اوف مينيمم بوتنشال عن نقطة الأوريجين. يبقى أنا يبقى قالي يا شباب أنا كده جبت الارتفاع ده، أنا كده جبت ارتفاع البوينت اوف مينيمم بوتنشال عن نقطة الأوريجين اللي هو هنا أنا سميته واي. المسافة دي كده هي اكس واحد، وانا لما عوضت في معادلة الواي باكس واحد جبت ارتفاع البوينت اوف مينيمم بوتنشال عن نقطة الأوريجين. دلوقتي يا شباب فاضل لي ان انا اروح احسب ارتفاع الأوريجين عن الأرض. بس خد بالك ارتفاع الأوريجين عن الأرض يا باشمهندس انت دلوقتي هتجيبه عن ارتفاع سطح الأرض اللي تحت هنا ده. يبقى لازم تطرح منه الجزء ده بكام بالظبط، تطرح منه الجزء ده بكام بالظبط علشان تطلع تعرف تطلع ارتفاع نقطة الأوريجين أو ارتفاع خط إكس ده عند النقطة دي. تقدر تطلع يا باشمهندس الطول اللي هو بالأصفر ده، أنا هسميه دلوقتي AP، والنقطة اللي تحت دي هسميها نقطة C. يعني أنا يا جماعة هجيب ارتفاع الأوريجين عن الأرض اللي هو AC كله، وبعد كده أطرح منه الـ BC، يبقى أنا جبت الـ AB بالظبط. اجمع AB على الواي يبقى انا جبت ارتفاع البوينت بتاعت المينيمم كليرنس عن سطح الارض. طيب نعمل الكلام ده يا جماعه، اول حاجه ارتفاع نقطه الاوريجين عن سطح الارض اللي انا سميته في الرسمه دي AC، ده كان بيساوي يا اما H1 ناقص H1 يا اما H2 ناقص H2. H1 ناقص H1 يا جماعه ارتفاع التاور القصير هو 60 متر، و H1 دي كانت المعادلة بتاعت الساج، كانت المعادلة بتاعت الساج يا جماعة اللي هي كانت الارتفاع ده اللي هي ارتفاع الأوريجين عن التاور القصير. فأنا كنت بعوض في المعادلة بتاعت الواي بإل واحد، H1 يعني هي واي لما الإكس بتساوي إل واحد، فالكلام ده بيساوي قيمة الواي اللي هي دبليو، وهشيل الإكس واحد هشيل الإكس بتاعتها أحط إل واحد سكوير على اتنين تي نود، يطلع معايا الارتفاع اللي هو اسمه AC او اللي انا مسميه AC ده ب 40.02 متر. ال 40.02 متر يا باشمهندس ده هو ارتفاع نقطة الأوريجين عن سطح الأرض. أنا يا جماعة مش عايز ارتفاع نقطة الأوريجين عن سطح الأرض، لأن ده هو الطول الطويل ده كله، الطول الطويل من أول A لحد C. أنا عايز أطرح منه كمان الـ PC، عايز أعرف الـ PC ده بيساوي كام. بصوا يا جماعة الـ PC ده بيساوي الطول ده كله، الطول اللي هو هنعمله بالاحمر دلوقتي، الطول اللي بالاحمر ده في تان 3 درجات، الطول اللي بالاحمر ده هو ال1 زائد اكس1، فيطلع البي سي هو ال1 معايا قيمتها واكس1 معايا قيمتها مضروب في تان ثيتا اللي هي تان 3 درجات، يطلع الكلام ده بيساوي 18.32. بص يا جماعه دلوقتي المينيمم كليرنس بتاعي انا جبت كل حاجه محتاجها عشان احسبه، المينيمم كليرنس هو تعالوا ناخد اول حاجه يا جماعه عندي هو نقطه ارتفاع واي ده اللي انا جبته، هو ارتفاع البوينت اوف مينيمم كليرنس عن نقطه الاوريجين زائد، بصوا AC ده ارتفاع الأوريجين عن سطح الأرض، هطرح منه الـ PC عشان الاتنين دول كده يبقى اسمهم AB اللي هو ارتفاع الخط بتاع الإكس ده أو ارتفاع نقطة الأوريجين عن الكوندكتور في الحتة بتاعت المينيمم بوتنشال اللي أنا عمال بعملها دلوقتي بالأحمر، الارتفاع ده الـ AB. فأنا معايا التلات ترمات دول أقدر أعوض بيهم تعويض مباشر، هيطلع معايا قيمة المينيمم كليرنس في المسألة دي ب 24.02
2 متر. ناخد بالنا بقى يا جماعه ان المساله دي كان جاي فيها 2 تاورز ات ايكوال هايتس، بس من وجهه نظر الكوندكتور كانوا ان ايكوال. وتاخد بالك برضو ان هي ممكن جدا تيجي في الامتحان ان البلين بتاعي يبقى انكلايند بلين زي كده، ويبقى التاورز بتاعتي مش على سيم، يعني مش ات ذا سيم هايت يعني، وان ايكوال هايت تاورز، يبقى في عندي اتش 1 واتش 2. الكلام ده هيختلف معاك بس هنا وانت بتحسب القيمه بتاعت الاتش دي. الاتش دي مش هتبقى اللي هي 700 في 32 بس، او مش هتبقى السبان في تان زاويه بس يا باشمهندس، هيتجمع عليها كمان الفرق ما بين التو تاورز دول، سواء كان الطول فيهم ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. بصوا يا جماعه دي كان الجزء اللي فاضل في الميكانيكال ديزاين، واتمنى يعني ان هو يكون واضح لكم باذن الله. شكرا جزيلا يا شباب.